الوضع السابق كان يعني وضع غير ملئم للنازحين والوافدين المكان. كان المرفق لا يعمل الخدمات المتاحة بشكل كامل لضغط السكان. كان الوضع سيء بالذات للعاملين الصحيين، كان عليهم ضغوط. أما الآن ولله الحمد مع التوسع أصبح المركز يعمل خدمته بشكل جيد. في الآن الأمور تحسنت، بدأنا نشتغل عمليات، الحضانة دائما يعني مليانة بينما كانت من قبل كل الحالات تتحول. توفرت الخدمة لأكثر من 40,000 نازح. عاد إليه الأمل وعاد إليه الحياة.